على أيين تحية نضالية، بالنسبة لهذا الأوديو يعني وعدتكم صباحا بأنه غيكون أوديو توضيحي، سأحاول قدر الإمكان أن أوضح بعض الأمور. إذا مناسبة هذا الأوديو هو لوضع الأسبوع على مجموعة من الملاحظات والحقائق التي لا يجب أن تمر مرور الكرام. وهنا ضروري غنتذكر واحد الرواية ديال غسان كنفاني، رجال في الشمس، اللي سالت بواحد السؤال فلسفي: لماذا لم يدقوا جدار الخزان؟ في إشارة لدوك الرجال الثلاثة اللي كانوا هاربين من الواقع ديالهم وللأسف لقوا حتفهم داخل الخزان بفعل الحرارة ولم يدقوا الجدار ديال الخزان. إذن في هذا الأوديو سأحاول دق جدار الخزان للرد على أوديوين بعد أولاً واحد انتشر أمس يعود لذاك مراد أمسري، هو صاحب الفيديو العجيب أمام الوزارة يوم السبت 16 دو جانبير، وخرا قبل منه كان واحد الأوديو يدينه لأنه ما كانش جا أصلاً باش يحضر الحوار، واش كان ناعس ولا حتى بداو عيطوا له الثانوي تيقولوا جري 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 راهم دخلوا. والاوديو الثاني لشي عضو ديال شي عضو اقليمي ديال تنسيقيات الثانوي والذي يدعو الى تعليق المعركه. الاوديو الاول ديال امسري كانت فيه اشاره لان عافاكم الاساتذه استمروا في الاضراب غير هاد 4 ايام باش لا رجعنا الاسبوع المقبل لرجعوا مرفوعي الراس. وبالتالي فالاوديوين يوضحان انهم غاديين في اتجاه تعليق المعركه. وهنا سأطرح السؤال: لماذا ستعلق التنسيقيتان بالضبط الإضراب الآن؟ فماذا تحقق لهم كسؤال استنكاري؟ ولماذا لم يقبل الدخول للحوار يوم 16 دو جانبير ولو بعنصر واحد؟ لأن كان الهدف من ذاك الحوار يوم 16 دو جانبير هو سماع العرض ديال الحكومة، ولكن مقابل الشرط اللي وضعت لهم الحكومة يوم الخميس 14 دو جانبير، قالت لهم: اودي ما هو شرط تعليق الاضراب؟ وكل شيء بدا تيقدم المطالب ديالو، 26 واحد حضروا وكل شيء قدم المطالب، طبعا الا الاف ان او اللي ما هضروش كاملين، ولكن التنسيقيات الاخرين كل شيء هضر، لدرجه ان مثلا نفس التنسيقيات يقولوا كلام متناقض، هذا للتاريخ. ولكن بعد 16 دو جانبير مباشرة غيخرج الإضراب، يعني بعد هذا الحوار اللي دارت الإف إن أو بالوفد ديالها بالإضافة الممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، غتخرج هاد التنسيقيتان بإضراب ديال 4 أيام بصراحة لكسر تفاوض الإف إن أو مع الحكومة. وهذا الشيء اللي غادي يأثر حتى على التنسيق الوطني باش يصوغ برنامج ديال الإضراب ديال يومين كحسن نية، في حين أن مكون ضمنه دعا إلى 4 أيام دون احترام لميثاق الشرف التي تجبد دائما والذي يجمع بين مكونات التنسيق، وذلك بعد أن نودي على الإف إن أو مرة أخرى. ستحدث أمور أخرى مهمة خصوصا في هذا الأسبوع الأخير. يوم الأحد تنهضر على هذا الأسبوع، هذا كان تنسيق سري بين الموحدة ومكون من مكونات التنسيق بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه غادي يعرفوا الاساتذه شكون، للخروج باضراب 4 ايام، وخرج البيان او النداء ديال الاضراب 4 ايام يوم الاثنين صباحا هذا الاسبوع، في اللحظه اللي حقق فيه الوفد المفاوض ديال الاف ان او واحد التقدم كبير في التفاوض. مساء الاثنين غيجتمع المجلس الوطني بناء على هذاك المخرجات ديال داك التفاوض الاف ان او. وفي اللحظة ديال البداية ديال هذا الاجتماع طلبت الاف ان او من التنسيق الوطني اللي كان مجتمع حتى هو في نفس اللحظة تأجيل اجتماعه ليوم الثلاثاء. علاش؟ باش التنسيق الوطني لقطاع التعليم يسمع العرض ديال الحكومة وياخذ فيه قرار. فرفضوا وخرجوا بإضراب 4 أيام. وهنا الرفاق ديالنا الاف ان او قالوا: مودي لا كنتوا غتخرجوا بإضراب أو لا كنتوا غتاخذوا قرار اليوم بلا بينا، فعافاكم اي بيان غتخرجوه او لا اي حاجه ما يكونش فيها اللوغو ديال الاف ان او، وخرجوا بالاضراب ديال 4 ايام، مما يطرح الاف علامات الاستفهام. فكيف تضرب وانت لا تعرف بعد مخرجات الحوار مع الاف ان او؟
وليس ما اعلن عنه الرباعي، حيت الرباعي كان خرج بشي حاجه تنين، ولكن خصك انت تسمع الاف ان او شنو غتجيب لك، لانه كان حوار مع الاف ان او لوحدها، وكان نهار الحد ودام من العشرة حتى للخمسة العشية، وكل شي عارف هاد الشي، ماشي الحوار اللي جمع النقابات بخمسة نهار الحد في العشية. نرجعوا للاجتماع ديال المجلس الوطني ديال الاف ان او، التوجه العام كان مع التوقيع على العرض، وبالتالي باش ما يحاسب حتى شي واحد شي طرف لوحده ولا شخص لوحده، فليس الرفيق عبد الله غميمات من وقع الاتفاق، ولكن المجلس الوطني هو اللي وقع الاتفاق باعتباره اعلى هيئه تقريريه بعد المؤتمر. ولكن قبل هذا ضروري ما نشير لواحد النقطه مهمه، راه قبل 16 دو جانبير، قبل الحوار ديال 16 دو جانبير، راه بدينا كاملين كمناضلين تنشوفوا بان المعركه بدات تتفقد التوهج ديالها، لا سواء بالممارسات اللي دارت المديريات، نعطيكم نموذج ديال مديريه تطوان، نموذج ديال مديريه بنمسيك، عين الشوق، مجموعه كنا متبعين الوضع وبدينا تنحسوا بالخطوره ان المعركه غاديه وتتنقص، وبالتالي راه حتى التفاوض راه معركه من بين المعارك الكبرى اللي خص يكون المفاوض مفاوض قوي، وخصنا ندعموه كاملين كتنسيقيه مناضله، خصوصا ان هاد الاف ان او بالضبط استطعت انها تدخل معها جوج ديال التنسيقيات اللي ماشي معها في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والاف ان او حظى بالشرف ديال التكوين ديالو ابتداء من 10 دو جانفي، يعني قبل ظهور نظام المآسي. نكتفي بهذه الملاحظات ونمر لحاجة أخرى. إذن هنا تيبان بالملموس أن هناك من دعا إلى إضراب 4 أيام لكي لا توقع الإف إن أو هذا الأسبوع، ولا يحسب لها أنها جاءت بمكتسبات أعمق وأكثر من محضر 10 دو جانفي. وباش نكون موضوعي أكثر، فما تحقق ليس هو الأفضل، وكان بإمكاننا كنساء ورجال التعليم انتزاع الأكثر أقول، لو لم يعرق الحوار 16 دو جانفي بالممارسات الصبيانية المقصودة والمدعومة طبعا من طرف من لهم مصلحة في أن لا تحتسب لهذه المعركة، يعني معركة الكرامة، أي مكتسبات خصوصا باسم الاف ان او. ولكن أجي نوضحوا مثلا أشنو جاب لنا هذا التوقيع ديال الاف ان او، بعيدا عن اللغة ديال الفلوس، نخليو اللغة ديال الفلوس هي من بعد. اول شيء وقعت الاف ان او على نسخ نظام المآسي، وقعت الاف ان او على مراجعه الاقتطاعات واسترجاعها، والتزمت الوزاره والقجع بانهم غيرجعوا من 5 اكتوبر لدابا بديماندا سبيسيو في البدايه شهر 1، لانه كون كان الحوار في 16 دو جانفي ما كانش غتكون دازت، ما غيدوزوش لي سالير الخزينه، كان ما غيكونش هاد الشهر اقتطاع اصلا. ولكن شوفوا شكون اللي عرقل هاد الشيء، وقعت الاف ان او على حذف العقوبات اللي كانت في نظام المآسي، ودابا كاينه العقوبات ديال الوظيفه العموميه، وهذه نقطه مهمه. وقعت الاف ان او من بعد ما جات النقاش ديال ساعات العمل وكانت المهام كثيره، وقعت الاف ان او على الاقل الحفاظ على ساعات العمل اللي كاينه دابا وإمكانية مراجعتها طبعا. وقعت الاف ان او على تقييم الأداء المهني بنفس الأمور اللي كانت في نظام 2003 مع تعديلات بسيطة، يعني في داكشي ديال المهام أو لا غيكون شي جديد ولكن هو اختياري، بحال المثال ديال التكوين غيكون اختياري. وقعت الاف ان او على الترقيه بالشهاده، وقعت الاف ان او يعني هذه الحامل الشواهد، وقعت الاف ان او على تسويه الوضعيه ديال الاساتذه الدكاتره عبر 3 افواج، وقعت الاف ان او على تفتيش الاساتذه الاعدادي، وقعت الاف ان او على معالجه ملف العرضيين، وقعت الاف ان او على اضافه سنه على ديك 4 اللي كانت لتصبح 5 سنوات بالنسبة للزنزانة 10. وهنا ضروري نفتح واحد القوس مهم، هاد العام اللي ضاف كان بطلب من أعضاء المجلس الوطني ديال التنسيقية الوطنية ديال أساتذة الزنزانة 10، هما اللي مشاو عند الاف ان او، والرفيق حسن الحيموتي اتصل بالقجع وقال له دي خصنا نراجعوا ديك 4 سنوات.
إذا شوفوا أشنو جات الإف إن أو لنصل إلى الملف الشائك أو اللي قلت لكم ديك المرة هو أب المطالب، هو الملف ديال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والتعاقد المشؤوم. شنو جابت فيه الإف إن أو؟ كانت فيه غير وعود، ما كانت شي حاجة، ولكن دابا كاين اتفاق فيه تقدم ملموس كبير. وغنسطر على هذه الجملة، سيضمن لهذه الفئة الأمن والاستقرار الوظيفي. غيقول لي الأستاذ كيفاش؟ هذيك النقطة اللي وقعت عليها الـ FNO اللي فيها إضفاء صفة الموظف العمومي وشافتها التنسيقية أنها تلاعب بالمصطلحات، نعطيكم واحد الجواب بسيط. شنو هو المخرج اللي غتعطينا هذه الصفة ديال الموظف العمومي؟ أنا ما تنقولش التعاقد سالة، ولكن هذه الصفة ديال الموظف العمومي غتخلي بعد على الأقل أن العقوبات الكبيرة والضخمة والخطيرة واللي تتكون الدرجة ديالها صعيبة غتكون مركزية الأستاذ. ما غيكونش واحد نهضروا على واحد الأكاديمية إكس يكون فيها مدير الأكاديمية متسلط بحال كيما وقع مع الأستاذ الحسن هلال وتوقفت من شهور، ونمشيو لواحد الأكاديمية فيها واحد مدير أكاديمية ماشي متسلط ويوقف أستاذ شهرين. لا، فاش تنقولوا موظف عمومي تسري عليه نفس عقوبات الوظيفة العمومية، يعني غتكون عندهم مجالس تأديبية في حالنا في حالهم، تسري يسري علينا هذا النظام جميعا، وبالتالي ما غيقدرش يعاقبك بوحدك بمعزل على شي حاجه يمشي يدير مجلس تاديبي ديالو بوحدو، لا بالعكس غتكون لجان ثنائيه ديالنا كاملين، زائد اللي كان فيها غير وعد دابا فيها التزام. التسويه ديال الرتب والوضعيه الماليه من 2016، وكذا المشاركة في الامتحانات ديال الكفاءة المهنية، كاين أساتذة اللي خصهم يترقاو هاد السنة للسلم 11. هذا التزام، هذا توقيع. كاين الاقتطاعات اللي مشات للصندوق اخر ماشي ديال الصندوق المغربي للتقاعد، مشات هزهم لما فيها الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، ما غتحسبش لهم في التقاعد ديالهم، غادي ترجع هذيك الاموال كامله المقتطعه لذاك الصندوق. اذا هذا راه تقدم بالنسبه ليا، تقدم ملموس. رقم التاجير، رقم تاجير ممركز فعلا باش ما نبيعوش الوهم. المنصب ماشي منصب مالي، ولكن للاسف وهنا غنزيد نذكر راه يوم 16 دو جنبير كان التفاوض ديال الاف ان او على ادماج على الاقل ثلث ديال هذه الفئه، كان تفاوض في هذه الفئه على اساس انها تدمج ابتداء من 2016 ويبانوا المناصب الماليه ديالها. من بعد ما كانوا تيتخلصوا من الميزانية ديال المعدات، وفاش خرج النظام المآسي ولو تيتخلصوا من الميزانية ديال الإعانات. ما حققته الإف إن أو أنهم دابا غيبداو يتخلصوا من الميزانية ديال الموظفين، من أجور الموظفين لا أقل ولا أكثر. هذا تقدم ملموس، ولكن باش نحققوا انتصار كلي في هذا الملف أظن بأن هذه المعركة ما وصلتش لذاك الحد ديال انها تمشي في هذا الطرح. طبعا يعني اقول النهايه ديال هذه المعركه، ولكن يجب شحن البطاريات من جديد باش نقدروا نحققوا الادماج الكلي والتام للاساتذه المفروض عليهم التعاقد. كنا معهم قبل 14 يناير منذ 2016، وفاش كانت الاف ان او حتى في الحوار قبل 14 يناير، رجعوا شوفوا شحال من اضراب دارت في الوقت اللي الرباعي ما دار حتى شي اضراب، وبقي عاقل غير على 20 و21 و22 فبراير، يعني مجموعه من الاضرابات كانوا بعد غير في هذه السنه 4 ديال الاضرابات كانوا قبل او 3 ديال الاضرابات قبل 14 يناير. هذا أبار المالي. نهضروا على المالي. المالي فاش تنقولوا الاثر الاداري للمقصيين من خارج السلم، راه غادي تسرع الوتيره. طبعا احنا كاف ان او طلبنا ب 2018، طلبنا ب 2019، الزنزانه 10 ل 5 سنوات، راه غتسرع مجموعه من الاساتذه، راه غيدخلوا في الترقيه بالتسقيف هذا العام، وكاين اللي غيدخل بالاختيار، الملحه ديال العالم القراوي، الدرجه الجديده من 2026، 1000 درهم ديال الرتبه 3 سلم 12، يعني خارج السلم كانت في الرتبه 5 دابا ولات في الرتبه 3، يعني من بعد 3 سنين، يعني راه كاين اثار مالي. ثم الوعد
ديال الزيادة في الأجور بنص تنظيمي الأساتذة الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم، والقجع التزم بمارس فليتحمل المسؤولية دياله، علما أن القجع أشار أنها غتكون زيادة أخرى في الحوار المركزي باش ما نغطيوش الشمس بالغربال. ولكن كاين واحد المخرج مهم جدا، هو ان اخر حاجه وقعت فيها عليها الاف ان او تلتزم الحكومه بالاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول، وبالتالي هاد التنسيقيه المناضله في الميدان كما درت الزنزانه 10 يوم الاحد وتزدت لها سنه واخرى ماشي ده هو المطلب، هادشي اللي خصها دير التنسيقيات الاخرى. راه دابا غتبدا المعركه ديال المراسيم، غادي يبداو يخرجوا المذكرات التنظيميه، خصنا نبقاو على تواصل مع الاف ان او، الصوت الكفاحي اللي بقى لنا كشغيله تعليميه للدفاع على جميع الملفات. راه باقى المرحله ديال الصياغه عاد غادي تبدا، وبالتالي الا كانت الاف ان او اعلنات تعليق ديال الاضرار فعاد مناضلو ومناضلات الاف ان او مرفوعي الراس في الوقت اللي تحملنا المسؤوليه في التنسيق الوطني لقطاع التعليم طيله هذه المده تنظيرا تنظيما وحتى ممارسه. ويمكن اليوم انا خليت الاوديو ديالي حتى سالت الاشكال اللي كانت اليوم، غادي يلاحظوا الاساتذه الفرق في الغياب في الاف ان او، وشخصيا شفتو في بعض الجهات. تحيه لكم، نبيل مزيرك، عضو المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم اف ان او بتطوان.